بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معاشر الأخوة والأخوات، نحييكم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا اللقاء المرتقب مع فضيلة الأستاذ الدكتور أمجد كورشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناته يوم القيامة. أولا نرحب بك دكتور أمجد في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأول مرة، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. الله يجزيكم الخير، حياكم الله دكتور إسماعيل وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء يا رب. عنوان الحلقة اليوم دكتور أمجد سيحدثنا ديني أمانتي. هذا العنوان عنوان مشوق وعنوان يعني أخاذ، الجميع ينتظر ماذا سيقول الدكتور أمجد تحت هذا العنوان. مشوق مشوق وأخاذ. أنت وضعت المسؤولية الآن علي دكتور. الله يجزيكم الخير، يكرمكم، يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، اللهم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ديني أمانتي، ولكن من الأمانة أن نؤدي الأمانة، وقد حملنا حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم أمانة أن الذي لا يشكر الناس فهو لا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خير الجزاء على استضافتي معكم أخونا الدكتور إسماعيل الشيخ، الله يجزيكم الخير، والإخوة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأمريكا، بارك الله فيكم وفي جهودكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من شأنكم في الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يجعلنا سببا في الهداية، وأن نكون هداة مهديين لا ضلين ولا ضلين، اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ديني أمانتي هو العنوان. سبحان الله، أنا سأحاول كإنسان يعني اعتدت على الأسلوب الأكاديمي، أنه بمقدمة وفكرة ومضمون وخاتمة وعلى شكل نقاط لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. أخي دكتور إسماعيل الله يكرمك، ديني أمانتي، في المقدمة لابد لي أن أقول حتى أعتبر هذا الدين أمانة لابد أن أنبه إلى شيء مهم جدا، أرجع إلى ما أسميه أنا سكوير نمبر 1 أو المربع الأول. المربع الأول، أكرر دائما في كثير من مقدمات محاضراتي أن كل إنسان له نقطة مرجعية على كوكب الأرض، بناء على نقطته المرجعية يحدد قيم الأمور. يعني على سبيل المثال، الملحد نقطته المرجعية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جئت بالصدفة، جئت من أين لا أدري، ولا أدري أين سأذهب، جئت من العدم سأذهب إلى العدم، هذه نقطة مرجعية هنا يعتقدها، فهو يرجع إليها في إعطاء الأشياء قيامها. فعلى سبيل المثال، فرضا لو جئت قلت على سبيل المثال هذا الموضوع غلط أو حرام أو كذا، من أين جئت بالحرام؟ الله قال. النقطة المرجعية عند الملحد هو لا يؤمن أصلاً بوجود غيب، لا يؤمن بالله ولا بالآخرة ولا بالبعث، فنقطته المرجعية في الحكم على الأمور رأيه، إحساسه، شعور الشخص، بغض النظر يتفق يختلف، هذه نقطة مرجعية بناء على نقطته الكبرى اللا إله والحياة مادة وجدها بالصدفة. إذن من الحاكم؟ شعوره، عقله، فكره، إحساسه، تصوره إلى آخره. بيجي شخص ثاني مثلا على سبيل المثال طفل، مش أفهم، ضروري جدا نفهم نقطة المرجعية لأنه بدنا نبني عليها الفكرة. الآن طفل تيجي بتحكي له مين أقوى واحد في الدنيا، بقول لك بابا، بقول لك بابا بيكسر الدنيا كلها، أطفال الصغار، وفي رواية بقول لك بابا بيتسل الدنيا. شو يعني بيتسل الدنيا؟ عنده بابا أقوى إشي في الدنيا، نقطته المرجعية معلوماته اللي على قده البسيطة جدا إنه فيش حد أقوى من بابا. فإذا واجهته أي مشكلة في الشارع قول له والله لا أحكي لبابا، خلاص انتهى عنده مركز القوة بابا. طب هو المسكين لا يدري انه ابوه قد يكون بيخاف من اولاد الحارة كلهم، لكن نقطة المرجعية ببساطته هي هذه، ولله المثل الأعلى. الآن انا كمؤمن كمسلم، واسأل الله ان يكون كل
من هو معنا على الهواء الآن أينما كانوا وحيثما حلوا من المؤمنين حقا. إيش نقطتنا المرجعية؟ نقطتنا المرجعية بالنسبة لنا أننا مؤمنون. مؤمنون بماذا؟ مؤمنون بالله سبحانه وتعالى خالقا للكون، متصرفا، صاحب إرادة وصاحب أوامر ونواهي، وتواصل مع البشر عبر وحي، عبر عشرات ومئات وآلاف الأنبياء والرسل، نعلم منهم فقط 25، والرسالة الخاتمة للبشرية اسمها القرآن الكريم عبر نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فبنقطتنا المرجعية أعلمنا ربنا الذي نعتقد أنه خلقنا وأنه خلق الكون، وأعلمنا ونعتقد بأننا ميتون. قال النبي الله سبحانه وتعالى لنبيه إنك ميت وأنهم ميتون، وقال له وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال له وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأعلمه بقوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال وعشرات الآيات النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نؤمن ونعتقد بأننا ميتون واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى محاسبون كل لوحده على ما فعل وقال، وبعد ذلك عندنا حساب في يوم القيامة، وبعد ذلك ننتهي إما إلى جنة أبدا، أسأل الله أن تكونوا جميعا من أهلها، أو إلى نار أبدا والعياذ بالله لمن كفر وتكبر وجحد بعد أن علم وتيقن، أو الحال الثالث ما بينهما لمن عصى مع إيمانه لكن غلبت سيئاته حسناته، فبالتالي يعذب عليها حتى ثم يكون من آخر أهل النار دخولا الجنة. بناء على هذه النقطة المرجعية بأني مخلوق مأمور بشيء يسمى الاستخلاف والاستعمار، إني جاعل في الأرض خليفة، وقال واستعمركم فيها، بناء عليها أنا أعطي القيم على هذا الأساس. هذا الخالق الذي خلقني وأوجدني وأعطاني أمانة حمل أعلمني بأن ديني بين قوسين نظام الحياة كاملة الذي هو قرره هو أغلى ما ينبغي أن يكون عندي. لذلك هنا النقطة المرجعية، لأنه ممكن شخص مثلا على سبيل المثال يكون عم بسمعني الآن ما عنده نقطة مرجعية، يتساءل سؤال منطقي، طب ليش ما تكون حقوق الإنسان أغلى أمانتي؟ ليش ديني يعني؟ ليش ما يكون قبيلتي عشيرتي أمانتي؟ ليش ديني يعني؟ مثلا على سبيل المثال أستيتسو، لماذا؟ ليش ما يكون وطني أمانتي؟ ليش ما تكون بلدي أمانتي؟ ليش ما تكون مدينتي؟ ليش ما يكون حزبي؟ كلها تحت القيمة الأولى، ديني اللي هو نظام ربي، ديني الذي يشمل عقيدتي ويشمل تسليمي، وهي كلها قائمة على العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى. تحت هذه المقدمة الفلسفية النظرية ننطلق، فعنوان حلقتنا هو ديني أمانتي، لأعلم بأن الآن أدخل بتفصيل العموم. الله سبحانه وتعالى تفضل. عفوا عن المقاطعة، فتقصد بأمانتي هنا أن يكون الدين هو نمبر ون، يعني واخذ الأولوية الأولى في حياة الإنسان. نعم هو هكذا، هي على قولتك نمبر ون. ماخذ الأولوية الأولى، هذا المعنى الذي قصدته من العنوان، أن يكون صاحب المكانة الأولى في أولوياتي في الحياة. طبعا والآيات كثيرة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هنا الأمانة حد ذاكرتي في دراستي لها 23 معنى في القرآن في التفسير. المعنى الأرجح بعد التحقق والتثبت هي الطاعة الاختيارية. الطاعة الاختيارية بمعنى الآن الشمس لا تملك أن تقول لا، هي خلقت فقط مسيرة تبقى تدور في فلكها وذات ست خلاص. القمر لا يملك، الأرض كلها لا أحد يملك، الحيوانات محركة بغرائزها، الحشرات بغرائزها، الملائكة بعظيم من له 500 جناح وربما 1000 جناح، ومن يستطيع منهم أن جبريل عليه السلام أن يرفع الكرة الأرضية كلها ويهبطها، لا يملك إلا الطاعة. مخلوقان وحيدان فقط أعطاهم الله القدرة على أن يقول كل منهما لا لله والعياذ بالله، لهم الجن والإنس. لذلك نحن أصحاب الامتحان الحقيقي، الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة لنقول له لا، وأعطانا القدرة لنطيع بإرادتنا. فالآن ديني أمانتي هو حملني هذه الأمانة وأكرمني بأنه أعطاني الاختيار والقدرة على حرية الإرادة بإني أقول لا إن لم أرد لأي سبب
من الأسباب. الآن دعونا نسير في خطة كيف يكون ديني أمانتي، بمعنى كيف ينبغي أن أجعل ولماذا ينبغي أن أجعل ديني الأولوية الأولى في حياتي. إذن ديني أمانتي بمعنى ديني هو الأولوية العظمى في الحياة، ينبغي أن يكون كذلك. من كان غير منتبه الأصل أن ينتبه، من كان غير مقتنع سأبذل جهدي لإقناعه بإذن المولى عز وجل، من كان غير مقتنع فسأبذل جهدي لإقناعه بأن الدين ينبغي أن يكون الأولوية بإذن المولى عز وجل. الآن من ضمن الأمور سبحان الله التي تساعد الآن على فهم هذا الواقع وكيف ينبغي أن يكون الأولوية، العشر سنوات الماضية أخي الكريم الدكتور إسماعيل، في السنوات الماضية اللي ربنا قدرنا إياها تقريبا 10 سنين فيما يسمى بالربيع العربي، حصلت أمور ظاهرها بالنسبة لكثير من الناس سيء جدا جدا جدا، طبعا هي فعلا يعني هجر أقوام ودمرت بلاد وقتل أناس واغتصبت أراضي وإلى آخره من زاوية. وأيضا في العشر السنوات الماضية ظهرت دكتاتوريات عجيبة لم يكن أحد يتوقع أن تكون الهجمة التي عندها ضد أهل الحق والدين بهذه الطريقة، وظهر المصطلح الذي يسميه بعض المفكرين جماعة المهرولين من أصحاب الليكود العربي الذين كانوا مع التطبيعي ومع الصهاينة ومع كل شيء ضد هذا الدين من الحق والخير بطريقة لم تكن تخطر على بال بشر. والآن بالآونة الأخيرة خلال الأسابيع الماضية فقط كمثال ظهر الوجه القبيح لمن تعتبر أم العلمانية وأم حقوق الإنسان وأم الديمقراطيات الغربية، والتي تفتخر بأنها قائمة على ما يسمى بالثورة الفرنسية، ثورة الحرية والحقوق والإخاء، ثورة المساواة، ثورة حقوق الإنسان، الكلام إلى آخره. فجأة ظهر وجهها القبيح أو وجهها الحقيقي. لماذا ذكرت أمثلة سريعة على ما أسميته الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي وما سماه البعض بهرولة الليكود العربي وما رأيناه من انكشاف الوجه القبيح لبعض المدعين من الديمقراطية والعلمانية والإلى آخره؟ هذه أمثلة سريعة أعطيها بسياق وأنا أتحدث عن ديني أمانتي. كل هذه الأمور الخيط الرابط بين هذه الأحداث الكبيرة الثلاثة من الربيع العربي أو الليكود العربي أو انكشاف فكرة فرنسا وقبلهم وبعدهم عشرات الأحداث، في عندي خيط رابط ظاهره عند كثير من الناس أنه اطلع قديش بكرهونا، اطلع قديش بيحقد علينا، اطلع كيف انحرفوا، اطلع. أنا بقول استنى شوي، لا، ما يهمني أكثر من كل ذلك سنة كونية بإرادة إلهية نحن غير منتبهين لها برأيي. وأنا ما هي؟ بين قوسين واحفظوها عني يا أخوة يا أخوات ستريحكم جدا بإذن الله، يقول ربي وربكم في كتابه العزيز في سياق الحديث عن قصة غزوة أحد في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الآن خط أحمر، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. الآن أراد الله لهذه الأمة أن ترتقي، وهذه الأمة واقعة منذ عشرات السنين من قبل سقوط الخلافة وذروتها سقوط الخلافة، وبعدها الآن 80 سنة أو أكثر أو 90 سنة من الضغوطات والتحريف والاستعمار وسايكس بيكو والتقسيم وبروز ما يسمى بالقومية العربية والوطنية والقطرية والبعثية والشيوعية والإلحاد والنظام الإي إي إي إي، تشتتنا فكريا وعقديا وعرقيا وعنصريا ذبح. فلعل الله قد أراد الآن أن يطهر هذه الأمة، لعل الله قد رأى بعض المخلصين الذين عملوا يريدون الإصلاح، يريدون إعادة ترتيب الصف، يريدون إعطاء القيمة العليا للدين اللي هو نظام حياة. ولما أقول الدين أنا لا علاقة لي بتعريف الآخرين للدين، بعض الأديان الدين عندهم عبارة عن شعائر روحية، بعض الأديان الدين عندهم طقوس في مكان العبادة، تلك مشكلتهم، أنا عندي الدين نظام حياة
يشمل السياسة والفكرة والسلوك والأخلاق والفلسفة والطعام والشراب واللباس والعلاقات الدولية والسلم والحرب والولاء والبراء والتصنيع والأمن، كلها نظام الحياة هو دينه. لذلك إسلام نظام حياة. أقول دكتور الآن نعم، لو تفضلت بذكر بعض الآيات التي تدلل على هذا الفكر وعلى هذا. خلينا أكمل فكرة، معلش أنه ما كملت الفكرة، الله يكرمك، طارت مني مشكلتي، لا نسيت آخر شيء كنت عم بحكي. إيش هو؟ أن الدين نظام حياة. صلى على سيدنا محمد. هل من آيات مشكلتي القرآن؟ مشكلتي إذا انقطعت بنسى اللي عم بحكي. طيب، إحنا بنقول في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بسورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ادخلوا في السلم كافة. لأن هذا قد يقال أن هذا فكر سياسي، الفكر السياسي الإسلامي، الجماعات السياسية الإسلام السياسي يريدون أن يدخلوا. هذه كذبة كبرى. أنا كنت الفكرة بدي أقولها أخي، لعل الله قد اطلع على بعض المخلصين من هذه الأمة الذين يريدون الإحياء بإذن الله ويرجعون هذه الأمة إلى بداية مجدها. سنن كونية، فمن سنن الله بعد أن حصل هذا الخلل والخلط ودخول الدخن الكثير جدا من المنافقين ومن الذين باعوا ضمائرهم ومن الذين يرتقون ويركبون مقول الموجة تحت عناوين براقة قومية عربية، عنوان براق القومية، عنوان براق القطرية، عنوان براق وطني بلدي مش عارف إلى آخره، وكثير منهم يتحدثوا عن القضية الفلسطينية، كثير يتحدثوا عن هم الأمة. أراد الله أن تنكشف الأقنعة. فالآن نحن نعيش، أنا متفائل جدا بما يحصل الآن، نعيش في زمن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. الآن المستترون، ومثال هيك سريع جدا خطر على بالي، اللي كان يفعله ترامب. كثير من الناس كان متضايق من حقد ترامب، كره ترامب، هجوم ترامب. قلوا يا جماعة والله ترامب أكبر نعمة للمسلمين برأيي ربنا بعثه خلال 4 سنين الماضية. كل ما يفعله الساسة منذ عشرات السنين جاء ووضعه على السطح بفجاجة ليعطينا دليلا كي نضع أصابعنا في عيون المنافقين من بني جلدتنا حينما يدافعون عن هؤلاء الناس. هو فقط أخرج جزءا مما يتم منذ عشرات السنين وضعه على الطاولة، فقط هذا الذي فعله. تحدث بحقيقة شعورهم، تحدث بحقيقة نواياهم، تحدث بحقيقة مواقفهم، لا حقوق إنسان ولا تفضيل ولا كذا. ماكرون لا يدري ما هي الخدمة التي يقدمها لنا. على فكرة أنا والله لو بيدي مليارات لأستخدمها الآن لأقنع الناس بأنهم يكرهوننا ما بيصدق أبداً، وأنتم متعصبين، أنتم يا عمي والله ما عملنا شيء، قاعدين ببيتنا هنا قسماً بالله ما عملنا شيء. لو أراد الله أن يخرج ضغائنهم، الدبل ستاندرد، النفاق، الكذا، تخيل يحاسبون الآن في المحكمة بعض الأشخاص الذين استهزأوا بصورة ماكرون. بعض الناس يقولون ماكرون له صورة استهزأوا فيه، قدموا للمحاكمة. فالآن بلشت الناس توعى، تعالوا وين الإنصاف تبعكم؟ أين الديمقراطية تبعكم؟ أين ما يتغنى؟ طب على من الذي يعتاش على هذه الديمقراطية الكاذبة والعلمانية الكاذبة؟ وخاصة عندنا العرب، معاشر العرب المتطرفون من العلمانيين العرب والليبراليين العرب والنسويين والقصة، هذول الجماعة كلهم يعتاشون على مثال يريدون إخراج الناس من أمانتهم اللي هو إيش؟ دينهم. حجابكم انسوه، قيمكم انسوها، العلاقات بين الجنس الآخر، جسدي حريتي، هذا جسدي أنا حر فيه، مش عارف أنا أبصر، علاقات تتدخلوش، أنتوا دواعش، أنتوا متعصبين، أنتوا كذا، ضرب. أراد الله أن يأتي أسيادهم ليفضحوا الطابق ويكشفوا المستور، ليرجع الناس لينتبهوا، ليعلموا، ليقتنعوا بأن دينهم مستهدف. ولما نقول دينهم يعني هويتهم، يعني كيانهم، يعني وجودهم، يعني عزتهم، يعني كرامتهم. كثير من الناس للأسف أصلا من بني جلدتنا مش مقتنعين بأصل الفكرة. أنتوا بتبالغوا، أنتوا متشددين، أنتوا كذا. الآن عوام من الناس، انسى، المفكرين من الناس، العلماء من الناس يدركون، يعلمون، هم الذين يحذرون، لكنهم قلة مساكين يصرخون ولا يسمع. فتأتي هذه الأحداث، هنا الفكرة بوصلها بهذا المحور، تأتي هذه الأحداث اللي ظاهرها الشر لكن في باطنها كثير من الخير. شو العنوان الرئيس؟ ما كان الله ليذر باللغة العامية، الله مش راح يتركنا خلاص كل واحد يزعم من ما يريد ويدعي ما يريد، لا، حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا مصداق الحديث الصحيح
اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رواه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري، اللي هو ينقسم الناس آخر الزمن إلى فسطاطين، والفسطاط الخيمة، والخيمة كناية عن المجموعة، فسطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه، وفسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه. طلع البيانات اللي عم تصدر من مجالس من بعض العلماء اللي لهم 80 سنة يتحدثون عن العقيدة وعن الضرورة والحرام والحلال والكفر والفسق والبدعة والقصة هاي اللستة، كبسة زر توب أون أوف، كل انقلب. طيب لو جلسنا كمان 800 سنة نقنع الناس أنه في مشكلة بهذا الفكر وراه ما وراءه، أبدا السنة والعقيدة الصحيحة والقصة صحيحة كلك يا عمي، والله مش هيك في وراء أبدا، أنتوا شيوخ نصكم، انتوا في امريكا شو فاهمكم، انتوا بكندا شو فاهمكم، انتوا الشيوخ الكيوت، انتوا نصكم نصكم الى اخره. طبعا لان المقاييس عندهم يظنون انها بغطاء الراس فقط وبطول اللحيه. فياتي ربك العظيم يدفعهم دفعا ليكشفوا حقائقهم. الان هذا ليعطيك انا ايش موضوع دين امانتي، ليعلم بسطاء الصادقين من عامه المسلمين بأن أمانتهم مطلوبة. بمعنى الأمانة اللي بتحت يدك هاي اللي انت ماسكها ومطلوب منك تأديها، يريدونها، يريدون دمارها، يريدون إسقاطها، يريدون تضليل الناس عنها لهم يعلمون. هذه الأمانة التي بيدي ويدك وما زلنا إن شاء الله محافظين عليها تشع نورا، إذا وصلت للناس وقع الفساد، وقع الظلم، وقع العهر الفكري والعهر السياسي، كله كله يقع، لأن الحق إذا ظهر خلاص فأما الزبد فيذهب جفاء. طب الحل، الحل يجب بطرق فكرية، غسيل دماغ، دعوات ضادة. الآن لو نرجع أخي الكريم بالسنوات الماضية مثال هيك سريع جدا جدا جدا، خليني أضرب مثال ظاهرة محمد شحرور كمثال. محمد شحرور الآن شخص عاش شيوعيا، يعني ومش أنا مش بخبيه، معروف أنا جلست مع واحد من طلابه هنا عندنا في كندا، قال لي كان يدرسني أنا هندسة قبل 35 سنة، درسني بيقول لي كنا نعرفه دائما بالدكتور الشيوعي، جاي من روسيا شيوعي، له 30 سنة بدرس النص القرآني، بيعرفش يقرأ سطرين بدون 17 لحن جلي، لا يتقن اللغة العربية. فجاء وأعلن أمام الناس بأن عورة المرأة فقط، تعرف يعني الحجاب غير واجب، الصلاة غير واجبة، الحج غير واجب، والزنا غير حرام، وإذا نام رجل مع امرأة في مكان بتوافقه ما سمى مساكنة. وعبارته الشهيرة لك أخي هاي إيش، هاي مساكنة موزنة، هاي مساكنة وكذا. قنوات بترولية اللي برايم تايم البيك برمضان لسنوات متتالية يسمعه أقل مش أقل من 170 مليون عربي وضع على الشاشات، فانبهر الناس، انفتن الناس، فرض على سبيل المثال وهي الفكرة الصح والتجديد وما تجديد وتجديد وتجديد، ظاهرة عدنان إبراهيم على سبيل المثال اللي ظاهره عم بدافع عن الإسلام، طعن في الصحابة، طعن بأمهات المؤمنين، طعن بكبار الصحابة، طعن طعن طعن، ظاهره بدافع عن الإلحاد مع أنه من أكبر يعد من الأسباب الرئيسية لإلحاد الشباب العربي كمثال. فيأتي ضمن هذا هناك منظمة تسمى كذابون بلا حدود، معروفة في الأردن، منظمة اسمها كذابون بلا حدود. كذابون بلا حدود عملت قضية ربنا، هذا بعطيك مثال على مثل هؤلاء الناس كيف ربنا سبحانه وتعالى يميز الخبيثة من الطيب. إلها فروع بعدة دول اسمهم هاشتاغ كذابون بلا حدود. هاي المنظمة كانت تحت غطاء عم يجيب مفكرين وعلماء وقارئين بدهم يتحدثوا عن قضايا فكرية وفلسفية وعم بيسرقوا الشباب العربي المفكر. فزعيمهم الموجود في الأردن فجأة تطلع أخبار أنه انخطف. فوجدوه في غابة مربوط اليدين معصوب العينين ومشرط عليه بالمشرط عبارات، وكان قد أوذي ونزلت منه الدماء وأخذوه على المستشفى، وجهه ورمان ومنفخ وحالته حالة. طبعا مين كان الجهز بالتهمة؟ الإسلاميين طبعا وكانت تتنقلب الدنيا عليهم. ربك الكريم قدر، ربك الكريم قدر بعض المصلحين الخيرين الله يجزيهم خير كما كانوا الإخوة في البحث الجنائي والأمن الوقائي في الأمن العام الأردني، شكوا في قضية تحققوا منها فاكتشفوا أن القضية كلها مفبركة منه هو وابن أخته، هو خطف نفسه وربط حاله واتفق مع ابن أخته، صور بهدف إيش؟ يطعن بالمسلمين الموجودين تحت حجة أن الإسلاميين والإسلاميين ويتعملوا ويضرب الحابل بالنابل. فجاء رجال الأمن كشفوا وأعلنوا،
فصار شعارهم ايش الاردن؟ كذابون بلا حدود. هؤلاء يقومون بمؤتمرات للحديث عن التجديد الديني والفكر الديني، وانفتن بهم المئات بحوالي 12 دولة عربية، وعندهم فروع ويلتقون ويتم استقبالهم في المكتبات الوطنية ويعطوا محاضرات، فجأة بموقف واحد فضحهم الله جميعا وأصبح اسمهم كذابون بلا حدود. الآن مثل هذه الأمور الآن تحصل لمعظم الحركات الفكرية والسياسية والقوى النضالية، كله كامل ربنا سبحانه وتعالى عم يكشف، على الرغم من مظاهره. في ناس طبعا في ناس عم تروح، في ناس في أنظمة ظالمة فاسدة عفوا عم تقتل وعم تعمل وعم بتسوي، ولكن نحن عزاؤنا عند الله سبحانه وتعالى أن الذي يقتل ونيته أن يكون نصيرا للحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الشهيدة لا يجد من الطعنة إذا طعن إلا كما يجد أحدكم من الذبابة إذا قال لها هكذا. نحتسب كل من قتل تحت التعذيب والتفجير ظلما وزورا أن يكون شهيدا إن شاء الله، ما نملك. لكن على أقل عزاؤنا أن ممتحنون بقول الحق، ممتحنون بأن ندخل نسلم أنفسنا لله، ممتحنون أمام ربنا بأن نبقى على قول كلمة الحق. من رأى منكم ممكن فليغيره بيده. طب من يستطع؟ ببلسانه. من يستطع؟ بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو في رواية وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. هو موضوع الإنكار. نحن قبل سنوات قليلة وصلنا لمرحلة رأينا بأم أعيننا متطرفين علمانيين، متطرفين ليبراليين، متطرفين مش الجماعة هذول كلياتهم عم بيعيشوا جزء من مضمون قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يحدث عن فئة وعدها بالعذاب، لكن قبلها أعلمنا أن هناك فئة يعشقون يفرحون أن تشيع الفاحشة. طبعا يأتوك تحت مسميات كثيرة جدا، وشفنا بعض الدول المحسوبة على قمة التدين بأقل من 3 سنوات تحولوا من قمة الالتزام إلى النايت كلابات وبيوت ما بعرف إشي والخمر والإيه الآخرين. في ناس موجودين كانوا كلهم خبيين، طلعوا على السطح الآن لنتمايز. طيب بعدين what's next؟ شو الفائدة؟ أنا الموضوع ديني أمانتي. طيب تميزنا أقام الله علي الحجة، هاي عرفت يا عبدي، هاي أبيض هاي أسود، كنت من أول. طب الحق مع مين؟ طب أنا شو عرفني؟ طب ما شاء الله عليهم الناس كلهم خير وبركة. لا لا الحق مش كل الناس خير وبركة، في ناس يريدون دمارك، في ناس يريدون قتلك، في ناس يريدون عقيدتك وعفتك وطهارتك أنت وأهلك ودينك وكذا. مش كل الناس خير وبركة، في ناس يريدون موتك، في ناس يسعون لفنائك. طيب أنا كيف بدي أعرفهم؟ يا ربنا عرفك فيهم. طب what's next؟ استعد أول شيء أبدك تدرك هنا الوعي إنه أنت دينك مستهدف، دينك بمعنى نظام حياتك القائم على الإيمان والتسليم لله في كل شؤون حياتك، ويشمل عفتك وطهارتك وولائك وبراءك كامل كلاته مستهدف. طب عرفت الآن بدك تزداد تمسك بالحق الذي جاءك، بدل ما تكون تعتبره جزء من أشياء كثير رائعة بينك وبين الناس. والله الناس كلها ما شاء الله هذا صح، لا لا لا، في حق وفي باطل، وفي صح وفي خطأ، وفي أبيض وفي أسود. You have to know this. في بعض الناس للأسف بالسنوات الماضية أخي لاعتبار العقود اللي حكيتها غسيل دماغ، غسيل 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 غسيل، وصلوا لمرحلة دخلت الأمور في بعض، دخلت الحزبية بالوطنية بالقومية بالعشائرية بالقضية الفلسطينية بالإسلام بالشعور الشخصي كلها ببعض، صارت خلطة كوكتيل. خلطة كوكتيل. طب كذا، فأصبح الناس عندهم إيش؟ العزوف. لذلك ارتفعت ظاهرة الإلحاد، ارتفعت ظاهرة ما يسمى الأجنوستيزم أو اللي هي اللا أدرية، ارتفعت ظاهرة الإباحية، ارتفعت ظاهرة. من وين؟ خلط. الآن ربنا عم برجع الأمور لنصابها ليقيم الحجة علينا. الخطوة اللي بعدها الآن بناء على ذلك أنا بكون عارف ديني أمانتي، أنا مهمتي إني أنا ألتزم، مهمتي إني طب عبيش ألتزم؟ هي وضحت الصورة عندك. طب أين الحق؟ ربنا عم بوضح لك أين الحق، زي ما قال الإمام الشافعي أو غيره من أحد العلماء، قال إذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى سهام الباطل إلى هنا أين هنا متجهة. سهام الباطل بمين عم بضربه الآن؟ مين الآن اللي عم بضربه؟ هيا شفنا مثال، شفنا مثال صورة ماكرون ممنوع رسمها، بتغلط على مجموعة المحرقة تقام عليك قضايا وتحبس، بتجيب سيرة مجموعة عرقية ودينية معينة تقام عليك قضايا وتحبس، بينما شتم النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بدين 2 مليار شخص، حرية تعبير. طيب اتضح عندك على انه فعلا في كذب ايها المؤمن، اتضح عندك انه في نفاق،
اتضح عندك عند الرؤية وهكذا. بناء على ذلك نجي نفهم قول الله تعالى قل هذه سبيلي، تفضلت فيها قبل شوي، أدعو إلى الله، سبيلي أنا سبيلي. بعدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ للقومية العربية؟ لمين؟ للقطرية؟ لمين؟ للبعثية؟ للعلمانية؟ للليبرالية؟ كله أنسى، حط على الرف كله. وثبت فشلها ونفاقها وزيفها عمليا وواقعيا. شفنا عيد التطبيع، عينك عينك، كشفت أوراق عينك عينك، ما في. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل شيء في الحياة يكون لله رب العالمين. فربنا أخي عم بقيم الحجة علينا، مشان ما أحد يقول والله يا ربي ما كنتش معرفني أنا، كيف بعرفك؟ بعد كل هذه الوضوح عليك أن تحمل الأمانة بحقها. وهنا طبعا هنا الآن بوجه رسالة تحت هذه المقدمات واللب وتأصيل الفكرة وفلسفة الفكرة وأهميتها وخطورتها. سيأتي كثير من الطيبين، هم أصلا موضوعنا، هو هدفنا إحنا، مين عمينا نحكي؟ عم نحكي مع الطيبين المساكين مثلنا بيسمعونا الآن، يعني أكيد هم السياسيين والكبار وأصحاب القرار واللي يملكوا قرار تحريك الجيوش وسياسات الإعلامية اللي بتذب عن الإسلام والمسلمين، ما حد فيهم لا سامعنا ولا قاعد معنا ولا بده يسمع منا أصلا. فإحنا المساكين ببعض عم نحكي مع بعض، بس خلينا نعزي بعض لو سمع بلغة أجابي. المساكين خل سمي ها سمعوا ما استجابوا لكم فأنا بدي أعزي نفسي، طبعا التعزية هنا مجازا، لكن أنا بدي أذكر نفسي إخواني وأخواتي أننا مرتبطون بالله، بدنا نفهم جزء من القوانين الله في الكون، إنه إحنا أصلا كوكب الأرض كله قاعة امتحان كبيرة أصلا ولو كنا ونحن لسنا خيرا من خير الورى صلى الله عليه وسلم الذي ضرب وكذب عليه وافتري عليه وشجت ربيعيته، نزل منه الدم وتوفي عمه، وقبل ذلك توفيت أمه وأبوه وزوجته رضي الله عنها خديجة، وبعد ذلك ودفن بناته الثلاثة باستثناء فاطمة قبل موته صلى الله عليه وسلم، وابنه إبراهيم والقاسم، وافتري عليه وكذب واضطهد واتهم فمر كل أمور. احنا مش أعوذ بالله، مين فينا خير من قلامة ظفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا بدار امتحان. واحدة من حكم وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته وتسجيل وقائع المعاناة انه ما واحد فينا يقول طب اشمعنا انا طب من منا ابتلي ببلاء النبي صلى الله عليه وسلم. كمثال، انا لست خيرا من سمية رضي الله عنها اول شهيدة في الاسلام، ولست خيرا من ياسر والد عمار رضي الله عنهما، ولست خيرا من خباب بن الأرت، ولست خير. كلهم خير منا، وكلهم هناك من اضطهد وهناك من عذب، ولكن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعدين والآية الثانية اللهم صل على محمد ولا ذكرني فيها تبعت الفرحين بما أتاهم الله، اللهم صل على سيدنا محمد ونال لكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الأنفس والثمرات. الله يجزيك خير. هي آية ثانية لكن برضو بتخدم الموضوع، إنه إحنا تحت قاعدة ما سمى البلاء العام. الله يجزيك خير على التذكير. قانون، بدنا نفهم القوانين الآن. طب كوني أنا من أهل الخير أو أعتقد أني من أهل الخير وكوني يفترض ماشي على الصح، هل هذا معناته حياتي سمن وعسل وبسكوت وقشطة لا 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 أبدا. ربنا هاي القوانين عم بحكيها، هم خير منا وعانوا. طب القانون هاي ذكرتني بواحدة من القواعد، ولنبلونكم، دار بلاء هاي، مش دار نهاية، مش دار جزاء، هناك دار الجزاء هون دار البلاء، وفي البلاء في عندك بلاء بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفيه ولنبلونكم بشيء من الخوف جوع نقص أموال أنفس ثمرات بشر الصابرين. ما قال لك بشر الذين فازوا في الدنيا، بشر الصابرين وبذل جهدك ممكن يجيك النصر. الأمة الإسلامية بقيت تتمنى مصداق تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث العجيب الغريب، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. كم سنة هم بينتظروا؟ كم 800 سنة. تخيل 800 سنة الحديث موجود ومتداول ومحفوظ، مرت المئة الأولى الثانية، طب معقول؟ فكان يطلع أكيد زي جماعة الفكر التجديدي شحرور وجماعته حديث البطعن بالبخاري والبخاري وقال كذا، معقول معقول معقول؟ طب ولو كان وين وهينا وهينا الدولة العباسية وما فتحت، والدولة الأموية وما فتحت، والدولة ما فتحت، وين أحساب يا مسلمين؟ وين نبيكم قالت فتحت؟ انفتحت.
قسطنطينيه في العمل، مين كان يخطر على باله شاب عمره 26 سنه بيفتحها بطريقه بلغه العصر الجن ما بتخطر على باله الفكره، طلع بالسفن فوق الجبال بتخطر على بال مين هاي؟ سفن سحبها فوق جبل ونزلها بالجبل الثاني وفتح القسطنطينيه، اشي بلغتنا الان كان تاتي بسلاح فتاك يعمل على اشعه الليزر او سلاح غير معروف، كيف مثلا القنبله اللي بيقولوا عنها الكهرومغناطيسيه، انا ما بعرف بقرا عنها بيقولوا في قنبله اسمها الكهرومغناطيسيه، هاي اذا ضربت تتوقف كل الاجهزه الالكترونيه والكهربائيه كامله وتمحى من الذاكره كاملا في المدينه كلها تماما، كل شيء لا يتحرك شيء ولا يبقى اي شيء له علاقه لا بالكهرباء ولا بالالكترونيه، تخيل شلل تام في الحياه، بيقولوا انها موجوده صح مش صح. مثلا في ذلك الوقت وتم الموضوع، من كان يؤمن كذا، طب ربنا قدر شاء حصل على يد شاب من العثمانيين بعد 800 سنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتم الان. طيب قبل ذلك كم عانى وكم جاءوا المغول والتتار، كتاب الوثني لجنكيز خان والذي جاء بعده هولاكو، جاء كتبغا والى اخره، حكموا في بلاد المسلمين واضطهدوا وقتلوا واصبحت الوثنيه تحكم، وبعد ذلك أكرم الله الأمة بقطز والظاهر بيبرس في عين جالوت الذين جاءوا من مصر وهزموا وتحولوا، لا إله إلا الله، سقطت الأندلس، قامت الدولة العثمانية. الأندلس كان فردناند وإيزابيل يتفننون ومن بعدهم بمحاكم التفتيش بتعذيب المسلمين واستنطاقهم، وغير المسلمون أسماءهم وعقائدهم وكانوا يصلون تحت الأرض ثم يضطهدون ثم يذبحون ثم يقتلون، وآلات التعذيب الموجودة في ما تسمى إسبانيا الآن اللي هي 800 سنة الأندلس الإسلامية على يد الكاثوليك الإسبان معروفة ومشهورة، في نفس الوقت اللي سقطت فيه الدولة العثمانية، عفوا دولة الأندلس، قامت الدولة العثمانية خلال بضع سنوات. كانت أجراس الكنائس الأوروبية عند مضيق الدردنيل أو الدرنديل تقف عن القرع احتراما لمشاعر المسلمين لما السفن العثمانيين تمر من المضيق. لكن طبعا احنا الآن بالنسبة إلى نذكره تاريخا العشرين والسبعين والثمانين سنة نذكرها بكلمة، لذلك نشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خباب بن الأرت الحديث الشيخ قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بشيء من الغضب، قال لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع بالحفرة فيشق بالمنشار يفرق إلى نصفين ويخلع بالحديد يفصل لحمه عن عظمه أو جلده عن عظمه كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة اللي هي المرأة الضعيفة، قال من صنعاء إلى حضرموت، في رواية لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. فبدنا نعرف القوانين، أنا مطلوب مني تحت هذا القانون تحت حمل الأمانة، أنا مطلوب مني أبذل جهدي بما يدي تحت يدي. طيب إيش تحت يدي؟ أحكي تحت يدي ألتزم بنفسي بلتزم، إذا كنت فتاة أتحجب ما أفعل الحرام إذا كنت رجلا أبحث عن العفيفة الطاهرة ما أشرب الخمر ما أكذب ما أسرق ما أعتدي أعطي الصورة الطيبة أصلي صلاة الوقت أربي أولادي أبر والدي أبذل جهدي أمامي باب من الخير أحكي أكتب منعت أصبر قدر الاستطاعة ما أقوم بالفعل نفسه إذا أنا تمكنت من السلطة لا يجوز الظلم لا يجوز حتى يشاء الله ويأخذ هذه الروح نحن ممتحنون. هذه القواعد من أين استنبطتها كل اللي حكيته الآن؟ أعظم القواعد في القرآن التي أحبها ضمن ما نحن عليه، خاصة الناس الذين يشعرون بالإحباط بعض الأحيان، إياك أن تحبط. أروع ما في الإسلام أن الله يحاسبني ويحاسبك على النوايا وعلى الجهد لا على النتائج، النتائج ليست لنا أصلا مش بيدنا ولا نحاسب عليها. من أروع القواعد التي تؤكد هذا المعنى قاعدة قصة أصحاب السبت، لما ربنا ذكر قصة الجماعة الذين كانوا في من كانوا قبلنا من بني إسرائيل حضرة السبت، ربنا ابتلاهم، ابتلاء أمر من الله التسليم، لا تصيد يوم السبت، فاجوا والعياذ بالله بدهم كانوا يستهزئوا بالشرع الالهي، فوضعوا القصه المعروفه، فوضعوا الشباك بالجمعه بياخذوها صبح الاحد، انه ما بيصيدوا هاي زي شحرور، بيقول لك هاي اخي موزنا هاي مساكنه، اذا وافقت ووافق وعاشا تحت سقف بالتوافق فهذه مساكنه وليست زنا، يحرفون الكلمه عن مواضعها، فهذول الجماعه نفس الشيء، فراح ايش؟
يحطوها. فصدر القرار الإلهي بعقوبتهم لأنهم تواقحوا واعتدوا عن أمر الإلهي. الآن قصة كثير بحكيها لي دائما إخوة الأخوات عندي على الصفحة، بقولهم ربنا سجل لنا على شكل قاعدة وسنة كونية الحوار اللي حصل عند المؤمنين الطيبين، هم مش كلهم كانوا فاسقين، في جماعة منهم طيبين لم يفعلوا هذا الحرام ولم يؤيدوه، لكن صار في حوار. الآن هاي الجماعة فرضا اللي عم بيرتكبوا، الجماعة الذين سينالون العقاب، خلاص هذول صدر بهم الحق. الآن وإذ قالت طائفة منهم، هذول من المؤمنين الطائفتين، عم بيحكوا عن المجموعة دول يتعذبوا. وإذ قالت طائفة منهم لما تعذبون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، شو ردوا عليهم؟ قالوا افتح قوس الآن، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هدفي الأكبر من أن أؤدي ما علي وأن أعتبر أمانتي الأول في حياتي وأبذل جهدي بنيتي ثم بلساني ثم إن مكنت من السلطة حتى لو كانت النتيجة صفرا في الحسابات البشرية، هو معذرة إلى أعذر نفسي أمام الله. ماذا فعلت يا عبدي؟ أعطيتك القدرة على الكلام، تكلمت يا رب، أعطيتك القدرة على الكتابة، كتبت يا الله، لكن يا الله لم يستمع لي أحد، مشكلتك يا عبدي، شغلك هذا. فعلت؟ نعم. ذكرت؟ لكنهم حبسوني يا الله ولم يستمع إلي أحد وختلوني بالسجن يا الله، نعم خدت الأجر، تعمل تفضل إلى جنة الخلد، لكن يا رب للأسف لم أستطع التأثير على أحد، مش مشكلتك. تخيل ما أحلاها هاي، أين تجدوها في الكون هاي؟ عند من؟ من صاحب شركة ولا صاحب دولة ولا حلو صاحب دولة؟ احنا تعودنا أنه في بلادنا زي الشركات كلها، لأنه فعلا عندنا بشكل عام العرب البلد هي بتصير إله. فاللهم صل على سيدنا محمد، حاكم زعيم مسؤول كذا إلى الآخر، من يرضى أن يتعامل عنده مع الموظفين أو مع اللي بيشتغلوا تحت يده بناء على النوايا وعلى الجهد لا على النتائج؟ من يقبل فيها؟ الله يعاملنا عليها. لو عملت في أروع وأفضل شركة على كوكب الأرض وكانت نيتك رائعة وجهودك جبارة والنتائج كان صفر، يعطوك فترة ثم يرفدونك من العمل، يقول لك مع السلامة. النتائج تارجت، have you achieved the target؟ بزنس، بقول لك بزنس تارجت تبعك، جبت الفلوس هاي، جبت هذول العملاء، وصلت لهذه المنطقة ولا ما وصلت؟ عند الله سبحانه وتعالى نيتك وجهدك. دليلي على ما أقول، نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، هل عتبه الله؟ أبدا، بالعكس من أولي العزم من الرسل، أبدا، فضل على الجنة، فضل يا نوح أنت والذين آمنوا معك. يا رب ما ردوش علي، مش مشكلتك. طب ضمن هذا الخضم، بس يا شيخ ماذا نفعل الآن؟ افعل، تقدر تقاطع قاطع، تحط هاشتاج حطه، اتذكر أهلك ذكر، تعمل جروب تشرح اشرح، اتعلم ناس الصلاة، حبب الناس في الدين، كن صادقا ليحبوا الإسلام بصدقك، شو اللي بيطلع في إيدك؟ فإذا كنت سياسي وقادر تدافع سوي، الله يجزيك الخير، كنت تملك لغتين ثلاثة ترجم، كنت بالمنطقة اللي أنت فيها الله يحاسبك على ما تحت يدك. تخيل هذا الكلام ما أحلى في موضوع ديني أمانتي. فلو أحست المرأة بأن دينها أمانتها، طيب يا شيخ ماذا أفعل؟ ربي أولادك يحترموا ربنا، فقد أديت الأمانة. صوني بيتك ولا تكوني من اللي بتطلع أسرار البيت لحكي النساء، ما تكون أولويتك جلسات فنجان القهوة والفتاحة أم محمد مع الدجالة أم مصطفى، وفي فلان بحطش بزمتي وحكت لي وحكت لها ويعدمني إياها ويختي عليها ودول 24 ساعة. طب ماذا استفادت الأمة من هذه الأمهات؟ رمين ولا لا؟ طب بس كل الأمهات هيك يا دكتور، ربنا يحاسبك أنت، مش كل الأمهات بناء على شو بتعملي. أنت لا تكوني مثلهم، لا تقبل أن تكون حياتك فتح بالمنجام في المنجام والتعلق بالأبراج وآخر الموضات وتمسك الموبايل 24 ساعة بس. أنا وأسرتي السعيدة في طعام العشاء، أنا وأسرتي اللي بطعام الغداء، مش عارف أنا وطول 24 ساعة انستغرام سولفي، ولادها عم بيعفنوا أكل ما بيأكلوا دينه عنه طلب تصور، هاي وين مهمتها؟ مهمتها بيتها مثلا. طيب السياسي، مهمتك بدك تناطح الفاسدين. طيب الحقوقي، بدك تفضح الفاسدين. الإعلامي، بدك تحكي. الكاتب، اكتب. هذا كل واحد اللي بيطلع بايدك، بس يا اخي والله كلمتنا مش واصله. الله يتولى، انت ادي ما عليك، سوي اللي عليك، الله يتكفل بما بعد ذلك. وكم من امور كانت بسيطه وصغيره جدا لم تخطر على بالي احد، الله سبحانه وتعالى اوصلها، وكم والقصص كثيره اكثر من ان تحصى.
اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا تقريبا يعني أصول الفكرة خلصتها. طيب الآن إذا بتحب نتناقش فيما أعتقد. والله العظيم يا دكتور محاورتك مش سهلة، إن أنا بحاول أجد فرصة إن أنا يعني أستوقف حضرتك، لكن ما شاء الله أنا سكرت عليك الأبواب كلها. بالنسبة للنقطة الأخيرة دكتور، هي الجهد، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على النيات، يحاسب على ما بذلت من جهد، وأن النتيجة ليست في يدك، وأن الله لن يحاسبك عن النتيجة. لكن أيضا هناك في إخفاقات، هناك في أخطاء ترتكب، يجب أن نتعلم من أخطائنا، يجب أن يكون العمل في نوع من التنظيم، نوع من الرشادة، نوع من النضوج. فلا يعني أن الإنسان كل واحد يعمل اللي هو عايزه وربنا هيديك والكلام ده كله، لا كده مش نتقدم يا دكتور. لا لا، هو كلام اللي تفضلت فيه لا يتعارض مع ما قلته. أنا وضعت القاعدة العامة، الآن إذا جئنا للتفصيل يعني أعيد طرح القضية اللي تفضلت فيها على شكل سؤال: هل كوني مطلوب مني حسن النية وفعل جهدي ما يفهم منه أنه ليس مطلوبا مني المراجعة والتصحيح وأني لا أخطئ؟ لا، ممكن أخطئ. دليلي على ما أقول الدرس الكبير الذي علمه الله للمسلمين بغزوة أحد. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يخطئ ولم يقصر، لكن كان جزء من مين؟ من المعاناة. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمر، يعني مع أنه قائد أعطى الأمر، ربنا بده يعلمنا درس سنة كونية، أنه لما مجموعة من الأمة تقصر كان الدرس الكل، يعني كأن الله يريد أن يوصل لنا مفهوم حديث السفينة في سنة غزوة أحد. سنة غزوة أحد الرسالة: أطيعوا أوامر الحق، لأنه أول ما تفلتوا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وكاد يقتل، وقتل من المسلمين العشرات، ومنهم كبار حافظ القرآن، ومن كبار أم حمزة رضي الله عنه، وحصل ما حصل. سببه حسن نية مع اجتهاد خاطئ. السبب الرئيسي وراء عدم الاستماع لأوامر أولي الأمر بالطريقة الصح اللي هم بمثله الحق والخير، في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك هيك. فكأنه النص عم بيقول لك لما لم يتبعوا الأمر الإلهي الواضح كانت العقوبة جماع الكل عانى منها، لبعضهم بشكل مباشر ولبعضهم تأثروا منه ولم يقصروا فيها، فكان امتحان ضخم ودرسا كبيرا. فلازم طبعا نرجع نأخذ دروس، نصلح، نشوف، نعمل، نسوي، إلى كلها دروس 100%. نعملنا عمل معين شفنا فيه خطأ في الموضوع مش صح، اجتهاد فكري، اجتهاد سياسي، عملي، ما في مآتم، نرجع بنصحح. النبي في الأمور الدنيوية، النبي صلى الله عليه وسلم، القصة الشهيرة جدا لما حكى عبارة تتعلق بطريقة ما يسمى تأبير النخل اللي هو التلقيح، فأعطى رأي شخصي هيك، يعني اجتهد عندي مسار. طب ليش ما تعملوا هيك؟ سمعوا كلامه فما أنتج النخيل السنة القادمة. قال: يا رسول الله، سمعناك تقول. أنا كنت يعني ما بناقش عادي جدا، يعني أنا بلغتنا كأنه بقول لهم أنا آسف، ظننت كذا وأنت عملت كذا. كان نقاش بشري طبيعي جدا، ما في أي شيء، عادي. النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع من فلان لفلان، ونفس الصحابة، يعني غزوة الخندق على سبيل المثال، لما سلمان رضي الله عنه سأله قال له يا رسول الله بدك تفعل كذا وكذا، نسيت بدايتها، وحي أم الرأي؟ قال: بل الرأي، يعني أنت الخطة اللي عم بتخططها تخطيط بشري أنت عم بتفكر فيه اللي بلغتنا الآن عصف ذهني، يعني يا رسول الله ولا وحي؟ قال له: لا، الرأي والمكيدة والحرب، يعني بلغتنا عصف ذهني، brainstorming. قال له: إذا كان الرأي والمكيدة فأنا عندي رأي آخر. أنا عندي رأي نحفر الخندق ونعمل نسوي. وكانت النتيجة حبسوا 10,000، وبعث الله عليهم الكذا، وتم الهزيمة بينه وبين بني قريظة، والقصة اللي بنعرفها. فلا مانع أبدا من الاستماع، ولا مانع من التصويب، ولا مانع من المستوى الشخصي والفرد، عادي كله. ولذلك نتعلم، وإحنا ديننا بتبدأ بإقرأ. فبيقى بالمئة أخي كلامك هو ندخل في تفصيل وعمق. أنا بالعموم أنت الآن أدخلتني في إحدى التخصيصات، الله يجزيك الخير. نعم، الجانب الآخر من السؤال وهو العمل المنظم، لأن كل واحد لو عمل وحده سيكون العمل متنافر، قد لا يجدي. لكن كلما يعني هذا في علم الإدارة، أي شيء لابد من في شيء من النظام. فماذا بماذا تنصح الإخوة اللي عايزين عندهم رغبة، عندهم استعداد للعمل في خدمة الإسلام، كيف ينظمون؟
النصيحة العامة: المؤمنون كلما توحدت قلوبهم وكلما توحدوا على غاية واحدة وهي نصرة الحق المتفق عليه، وأعذرنا أنفسنا فيما أصلا سمح وشاء الله لنا أن نختلف فيه من الفرعيات، واتفقنا على كليات نعذر بعضنا قدر استطاعتنا في الفرعيات البسيطة، ونقف عندها. عندنا هم كبير، هم هداية البشرية على كوكب الأرض، هم محاربة الفكر اللاديني المادي الذي يريد تعبيد البشر لشهواتهم وللشيطان. عندنا هم تعليم البشرية على كوكب الأرض ما معنى العفة والطهارة. همنا أن يتعلم البشر على كوكب الأرض أهمية الأسرة عبر بوابة العفة والطهارة والولاد الحلال. البشرية الآن عم تفقد هذا الطعم، المعنى ما عاد موجود عندهم. مساكين يعيشون الآن أجيال في عدة مناطق شرقا وغربا، ينشؤون على سينجل مام والأب غير معروف، مجتمعات كاملة تعيش الأب والأم يدخنون ويسكرون ويتعاطون المخدرات، فهو لا يرى إلا هذا. مجتمعات كاملة تنشأ ما يسمى النورماليزيشن، تطبيع مع اعتبر تاريخيا عند البشر وعند كل الشرائع السماوية على أنه حرام وكبيرة وخطأ ولا يجوز وكارثة وإجرام، كله عم يصير تطبيع. فزي ما تقول حرب بين حزب الرذيلة مندوبين عن مستر إبليس وحرب بين أهل الحق. فعندنا هاي مهمة كبيرة جدا نعيش لها، فنتجاوز الشغلات البسيطة والسخيفة ويعني نقف عند بعض الفرعيات الفقهية أصلا مختلف فيها، يعذر بعضنا بعضا، قلوبنا تصير على بعض قدر الاستطاعة، نتحد بدل ما نكسر مجاديف بعض، ولاؤنا وبراؤنا يكون للحق الذي أراده الله مش للانتماءات الضيقة. ما بيصير إنه أنا يكون في قضية حق كبيرة بيني وبينك بس لأني أنا من عرق وأنت من عرق ماشي أهاجم اللي أنت بتحكيه لأني أنا عنصريا شايف حالي أحسن منك أو أنت شايف حالك أحسن مني، أو إحنا من بلدين وللأسف الزعماء السياسيين قرروا إنه إحنا لازم نتهاوش. طيب ما أنا بيني وبينك ما في مشكلة، أنت أخي في الله، إذا زعيمي وزعيمك قرروا هذا يعني مشكلتهم هم، أنا ليش دخلني؟ فليش أتعصب؟ ليش أسلم نفسي إرادتي أحاسيسي مشاعري لتكتلات ضيقة فكرية أو طائفية أو وطنية أو قومية أو سياسية اللي بدك إياها؟ نحن قلنا هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الفكر محتاجينه الآن. وتردي بالك اللي عم بيصير أكبر مدعاة إنه نتوحد. وهي شوفوا مثال ما أحلى، مثال مقاطعة بضائع الفرنسية. أمة الإسلام الآن، فرنسا الآن تقريبا ابتدأت تركع على ركبتيها، الآن ابتدأت الآن نزلت على الركبة، لسه ما نزلت تحت، لسه على الركبة ورأس مالها. اتحدت قلوبنا فقط على تأديب من شتم نبينا بألا نضع أموالنا في شراء بضائع. تخيل ما أبسط الموضوع، شوف التوحد ما أحلى، شوف القوة في نصرة الحق. فكيف إذا اتحدنا على أن نكون مع بعض مثالا رائعا لمعنى العفة والطهارة، لمعنى الصدق، لمعنى حب الخير الحقيقي لا حب الخير النفاقي، تحت حجة حقوق الإنسان يتحدثون حقوق الإنسان وتأتي طائراتهم وتقصف الألف والألفين بحثا عن مطلوب، وبقول لك حقوق إنسان، بينما إحنا عندنا دخلت امرأة النار في هرة ودخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب، ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يرى قدم امرئ مسلم. فهذه المعادلة كلها الناس مو شايفيتها. ترى أنا يعني لا أخفيك، أنا لسه حاسس في الموضوع أكثر بحكم تخصصي. أنا تخصصي في مجال مقارنة الأديان، وكثير من محاضراتي بعطيها لغير المسلمين، فأوف أصدم من حجم الجهل اللي عندهم والطيبة اللي في قلوبهم الناس العاديين، انسى السياسيين انسى الإعلاميين الكبار هذول. أنا الآن موجود في كندا، عم تعرض علي يعني مثلا بالأسابيع الماضية أعطيت تقريبا 7 محاضرات لتجمعات غير مسلمة، وتعجب من حجم الأسئلة اللي عندهم، كم يجهلون ماذا نفعل. يا الله، بقول يا إلهي كم هم مساكين. سئلة بدائية صدق إجتني جدا، يعني مثلا 7 محاضرات سألت يمكن من 5 في المحاضرات منهم، تخيل 5 منهم، ليش النبي تبعكم ما له صورة عندكم؟ ليش ما بتحطوا له تمثال في المسجد؟ ليش ما بتمسكوا صورته تمثاله بتحطوا له لما بتسجدوا وتركعوا؟ يعتقدون أننا نعبد محمدا.
يعني مو هم اسمع، هم تجاوزوا فكرة انه محمد عنده مقدس درجة العبادة. هم السؤال ليش مش حاطين له صورة او تمثال؟ هم ما كانوا يسألون بتعبدوا ولا لا، هم يسألون يعني اقصد المساكين قديش عندهم جهل ان ايش احنا. اللي اصلا محمد جاء ليكسر الاصنام الماديه والاصنام المعنويه والاصنام البشريه والعباده فقط لله والى اخره. معظمهم كان يسالني من ضمن الاسئله ليش، طبعا هذه اسئله الحجاب واسئله الجهاد واسئله الاضطهاد، هذا 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 اوت اوف ديسكشن، هذا 100% لابد من بس احكي على الاسئله اللي بتخطر على بالك يعني. تعدد الزوجات للرسول الزوج. طبعا نعم نعم، تزوج من عائشة رضي الله عنها ليش، كانت صغيرة بالسن، وطبعا ومع أسئلة عقدية، إذا كان الله رحيم تبعكم بسؤال هذا يعني بمعنى لا تؤمنون به، لماذا يعاني بعض المؤمنين؟ طيب الكافر بالله الملحد الذي ما آمن فيه لكنه بين قوسين كيوت ونايس وبتصدق ومليح والناس كلها بتحبه، ليش ما يروح الجنة؟ أسئلة عقدية، على أسئلة فكرية، على أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أسئلة عن التاريخ الإسلامي طبعا. وما تتخيل، ما تتخيل حجم الشكر اللي بناخذه منهم لما نشرح لهم. اخي ربنا سبحانه وتعالى قال بالقران بوضوح اذا بحاله الحرب شو ما اروع ديننا، لما قال وان احد من المشركين استجارك، تخيل حاله حرب، استجارك طلب الجوار الاجاره الحمايه، فاجره اعطيه الامن والحمايه حتى ايش يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. علينا دور أخي، إحنا معاشر المسلمين، ربنا أكرمنا بفهم شيء من الإسلام، لازم أهل الأرض يسمعوا عنه صح. فإحنا أمامنا دور نظلنا نشيل الوسخ اللي برموه علينا ونشيل الغبر اللي حطوها علينا، إحنا ما لنا علاقة فيها. بتصدق اللي مثلي 90% من جهده بس يبرر ويسوغ ويشرح الأشياء اللي ما لنا علاقة فيها عشان نقدر نوصل آخر 10% الكلمة هاي من كثر الهجوم والكذب والافتراء، لكن هو قدرنا، أمام الله نرفع إن شاء الله به رأسنا عند الله يوم القيامة بإذن الله. نعم دكتور، دلوقتي عايزين نتخطى الجانب النظري. أيوة، حول هذا الموضوع أديني أماناتي. دخلنا في الجد بقى، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. نعم، يعني المستمع الآن حين يستمع إلينا ويشاهدنا يريد أن يخرج بشيء عملي، كيف أحافظ على ديني وكيف يعني أديني برنامج عملي أتبعه خطوة خطوة بحيث أن أنا أترك أثر في المجتمع، لما أموت أمام الله سبحانه وتعالى أجد شيء في إيدي أقول ربنا سبحانه وتعالى أنا عملت كده. ديني، سؤال جميل رائع. ديني برنامج عملي، أولا فقد الشيء لا يعطيه، بشتغل على نفسي بهذا الموضوع، خليني أتحدث عن الأنانية المحمودة إنجاز لي التعبير. وعلى فكرة الأنانية دكتور، بتسمح لي دكتور، أنانية هي في أنانية محمودة وأنانية مذمومة. طبعا الإنسان المسلم المؤمن حينما يقوم الليل هو أناني، يحب نفسه ويحب أن يكون مع في الفردوس، حينما يتصدق هو يحب نفسه قبل أن يحب الفقير لأنه بالحسنة والصدقة هو يريد أن يأخذ أجره. فهي ذلك الغلام أنانية. ذلك الغلام من الصحابة لما كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الحليب وجاء دوره لم يعطيه لي، أظن لأبي بكر، قال لا أنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان أنانية محمودة، يعني أنا أقصد فيها الأنانية المحمودة بمعنى أنه مع قاعدة فقد الشيء لا يعطيه، قبل ما أفكر بهداية الناس، أنا جوابي على سؤالك برنامج عملي، قبل ما أتحدث عن روعة الإسلام، قبل ما أتحدث عن ب ب ب ب بدي أعيش الإسلام، أنا بدي أنجي نفسي، يعني أنا يعني معقول أنا أسعى أن جميع أهلي يدخلون الجنة وأنا مش سائل في الجنة؟ أي مزبطش. Does not make sense، يعني بتخشش في المخ. يعني أنا باللهجة الأردنية بقول لك بتخشش في المخ. Unacceptable. ما بت... يعني البروغرام ما بيقبلها، بقول لك error. في إشي غلط. صح. النقطة الأولى البرنامج العملي، اعتني بنفسك أخي الكريم في علاقتك بربك، اجعل لنفسك حظا من الخلوة بربك، صلاة وعبادة تسبيحا تحميدا. لا تقول هاي شغلات بسيطة وشكلية احنا مهتمين وعندنا كذا إلى آخره، احنا الله خلقنا عندنا نفس وعندنا عقل وعندنا جسد وعندنا روح، مثل ما جسد يحتاج طعام روحي تحتاج للسجود وللعبادة وللتفكر والاستغفار والتوبة، ونفسي وعقلي يحتاج أمية العلم، ما بدنا يكون عندنا موضوع تكامل. وذلك هاي روعة معنى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإحنا جزء من هذا الموضوع، أولا عليك بنفسك، أصلح نفسك. اثنين، برنامج العملي،
اسعى أن تكون قدوة بسلوكك قبل أن تكون بأقوالك. برنامج العملي ليس نفاقا، وإنما بنية إظهار الحق حتى يحب الناس هذا النظام الذي أنت تسير عليه. لأنه يعني العبارة الشهيرة باللغة الإنجليزية من باب الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وبحبها العبارة كثير أنا. بيقول لك sorry sir I can't hear you, your action is louder than your words. Sorry sir I can't hear you, your action is louder than your words. يعني عذرا سيدي أنا لا أستطيع أن أسمعك لأن فعلك، لأن صوت فعلك أعلى بكثير من صوت كلامك. أنا بمعنى I don't care with what you say, I care with what you do. أنا ما بهمني شو بتحكي، بهمني ماذا تفعل. هذه القاعدة الثانية، أولا علي بنفسي، لخاصة نفسي، إنه منطقتي الأولى أنهيها، ما يكون علي أنا مشكلة. مش معقول أحكي للناس عن حب الله وأنا نفسي عندي شك بعدل الله. مش معقول أنا يكون عندي خلل عقدي بأنه ربنا ظالمني لأني أنا مثلا. لا سبحان الله، كم مر علي من الأخوات نتيجة التربية الخاطئة وتفضيل الذكور على الإناث في بعض المجتمعات العربية، وموضوع الظلم الواقع عليهم المسكينات، وصلوا لمرحلة تنزعج من ربها ليش خلقها أنثى مش ذكر. شوف المسكينة من راحت، بتشوف الولد مفضل، يعني جعلت من سوء التنفيذ والتطبيق عند بعض المجتمعات العربية اللي فيها ظلم سببا في أن تذهب بضيقها من ربها الذي خلقها. فغفلت عن قضاء الله وقدره، اختارك أن تكوني أنثى بوابتك إلى الجنة عبر أنوثتك، اختارك أن تكون رجلا ضعيف البنية إذا لم يكلفك أن تكون خالد بن الوليد، خلقك فجعلك قوي البنية، فأنت أمامك مسؤولية أن تدافع عن المستضعف في الحارة. فكل واحد امتحانه يختلف عن الآخر، ذكر أنثى كبير صغير. طب من ولد في بيئة مثلا سياسية ضخمة وكان ثريا وصاحب سلطة، فأعطي وفتحت أمامه ممالك الأرض يفعل فيها ما يشاء، حسابه زي المسكين اللي انولد في بيئة لم يستطع أن يكمل دراسته فضلا عن أن يحترمه أحد في الحارة، كل واحد بحسابه. هذا إدراك عقدي فكري لدور البلاء والابتلاء والإعطاء، وبحكي كثير لطلابي بقول لهم إحنا معظمنا حافظين بسهولة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلنا حافظينها. قلت لكن قليل منا من يستشهد بي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هذيك الإعذار، طب هاي تحمل المسؤولية، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، بمعنى سيحاسبني الله على ما أتاني، سيكلفك بما أتاك. مش أتاني، خلينا أوقف، أنا حسابي على ما أوتيت. طب ماذا أوتيت مثلا؟ فهنا النقطة الثانية، النقطة الأولى أن أدرك من أنا ودوري، وأعمل على نفسي وأصلح علاقتي وأسس مملكة الشخصية، نفسي عقلي متناغم متناسق بيني وبين ربي. واحد. اثنين، اللي بعدها الآن قدوة، لازم أكون قدوة، لوصل بدي أثر ما بينفع بدون ما أنا نفسي الناس تحبني، لازم الناس تحترمني وتحبني بسبب سلوكي المتوافق مع عقيدتي. إذا فعلت هدول النقطتين بعد ذلك بدي أربط بلا يكلف النفس إلا ما أتاها. هنا ينبغي أن أستمكن من قراءة نفسي، ماذا آتاني الله؟ بناء على ما آتاني الله الكتاب الخاص فيه، لأنه نحن عطايانا مختلفة. أنت قد تكون أوتيت الذكاء الرياضي المرعب فتستطيع أن تخترع. أنا ربما لم أوت أي حظ في الرياضيات، معقول ربنا يسألني ليش ما اخترعت؟ طبعا أنا مش عارف أفك مثلا مسألة الرياضيات، كيف بده يسألني؟ لكن أنت قد يسألك على ليش ما برمجت برنامج الدافع فيه مثلا عن شغلة معينة. لكن أنا الأستاذ في المقابل قد أكون أنا ولدت في بيئة خلفي قبيلة قوية جدا جدا جدا، فقد أكون أنا في البلد الذي أنا فيه لو دافعت عن المظلوم لا تستطيع السلطة أن تتمكن مني لأن ورائي عشيرة ضخمة جدا تحميني. فأنا بلائي هل استخدمت قوة سلطة عشيرتي في الدفاع عن المظلوم في بلدي ممن ظلم؟ وإنت امتحانك بإيش؟ بذكائك. هل برمجت برنامجا تقوم فيه بالاعتداء والعياذ بالله على هواتف الفتيات، ولا برمجت برنامج تقوم فيه بنشر الخير لنصرة الحق؟ فأنا امتحاني غير امتحانك، لأن قدرتي غير عن قدرتك، وما أوتيت مختلف عن ما أوتيته أنت. من هنا يبتدئ تطبيق الكذا. الجواب العام، اقرأ نفسك، انظر ما أعطاك الله، انظر إلى الأهداف العامة، أين مركز قوتك بما أعطاك الله يكون المطلوب منك عمليا باختصار شديد. نعم دكتور.
الآن أنت أجبت حضرتك على سؤال كان في الذهن، وهو اختلاف دوائر المجتمع المسلم من فرد إلى أسرة إلى مجتمع إلى سلطة إلى دولة. فكل واحد له دور منوط به في إطار هذه الإمكانيات، يعني دور الفرد غير دور الأسرة غير دور المجتمع غير دور المؤسسات، الدولة، الحاكم، وهكذا. كل موكل في خدمة الإسلام في الضوء في الدائرة التي يشغلها. حضرتك أجبت على جزء كبير من السؤال دوت. الاستفسار هو كيف يقرأ الإنسان؟ قد يخطئ الإنسان في قراءة نفسه، وقد جميل. يقلل من إمكانياته. الآن افتقدنا، وهذا كان مقصود على مر العصور، وهو كسر الحلقة ما بين التلاميذ والأستاذ، أو المريدين والشيخ، أو الموجه والطلاب. هؤلاء الذين الشباب قد يكون عندهم قدرات لكن لا يعرفونها أولا، وإذا عرفوها لا يستطيعون توظيفها وتطويرها، وأن يشغلوا نفسهم في خدمة الإسلام. كيف نعود إلى هذه، إلى يعني ترميم هذه الفجوة التي صارت بين الموجه والمعلم والمدرس الذي يرى في طلابه ويرى في أتباعه ويرى في يعني مريديه القدرات والمواهب، ثم يوجه بعد ذلك كل واحد إلى حيث جميل. ينفع إسلامه؟ يعني أنا إذا بدي ألخص النقطتين الرئيسيتين اللي أنا استوعبتهم من سؤال حضرتك، هي الأولى كيف يقرأ الإنسان نفسه، بمعنى كيف أتعرف على النقاط التي وهبني الله إياها فبالتالي سأحاسب عليها، ثم بعد ذلك كيف أوظف هذه القدرات بالمكان الصحيح وما يكون هناك جهد ضائع في غير مكانه. الآن نعم يا جوابي دكتور، على النقطة الأولى. في نقطة نعم ثالثة، جواب وأنه نقطة ثالثة حتى يكون يعني الفقرة كاملة، ويمكن أحيانا الإنسان لا يستطيع قراءة نفسه، فيحتاج إلى موجه، إلى مدرس، إلى معلم، إلى إمام، صح إلى عالم، كي يكتشف قدراته ويكتشف مواهبه ثم صح يوجهه بعد ذلك. نريد يعني القدوة. مظبوط صح. وهذا جزء، سبحان الله، انت الان يعني ساعدتني في جزء من الاجابه، الله يجزيك خير اخي، هي متداخله. انه انا كوني انا ذكرت لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، والان انت عم تسالني طيب اوكي كيف بدي اتعرف على ما اتاني. الان المنظومه الاجتماعيه العامه، هلا في ادراك ذاتي وفي ادراك خارجي مساعد، ربنا سبحانه وتعالى بالفطره ليش اوجد بقانونه الفطري شيء اسمه اب وام؟ وليش الاثنين محاسبين على فكرة بقصر وما بقصر، تربية وما تربية؟ وليش غرس فكرة الأمومة؟ إيش الأمومة؟ إيش الأمومة؟ رعاية، عطف، حنان، توجيه، تربية، تعليم. إيش الأمومة؟ هي الأمومة بالولادة البيولوجية، بكل المخلوقات تلد مش بس البشر. هي لما قال إلزمها فإن الجنة ثمة قدمها، والاستنبط منها عبارة الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا تصحيح معلومة للإخوة والأخوات اللي متابعونا على الفيسبوك، فيش حديث نبي اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات، هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصح صحابيا بأن يلزم والدته بدل الذهاب إلى الجهاد في حالة خاصة، قال إلزمها فإن الجنة ثمة قدمها. فبعض العلماء استنبطوا، أو بعض الأشخاص، عبارة قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات. فالفكرة لما اللهم صل على محمد، ليش جبت هذا المثال أنا؟ صدقني نسيت. أنت بتقول أن الأب والأم محاسبون أمام الله. نعم، الله يجزيك الخير. نعم. فبقول هذه منظومة الغرس الفطري مصمم مشان ترضع وتحن وتعطف وتعلم وتوجه وتنبه. هذا واحد من الأبواب. مشان هيك نحكي على موضوع روعة، نفس الشيء الأب بيوجه والأم بتوجه، والاثنين بيبعثوا للمربي الصح. يعني فيما يروى عن محمد الفاتح، سبب من الأسباب الرئيسية بعد فضل الله في أنه محمد الفاتح أصبح محمدا الفاتح، أنه المربي اللي كان مكلف من قبل السلطان يمسكه ياخذه عندما يسمى الآن بإسطنبول الشرقية الآسيوية، قبل ما يفتحوا الغربية الأوروبية اللي بسببها الآن في حقد عمره 500 سنة من هؤلاء الناس، وبدهم يخلصوا من تركيا ومن العثمانيين ومن المسلمين، كان يأتي به على القسم كل يوم المربي وهو طفل، يجعله ينظر وهو شاب صغير طفل لسه،
يجعله ينظر إلى الغرب، إلى يراه بأم العين، يرى قسطنطينية ماشي بأم عينه، لكنها لم تفتح بعد. ويتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية. عم بغرس فكرة، فأسأل الله أن تكون أنت من يحققها. طيب، أحمد بن حنبل والشافعي رحمهما الله من أعظم الأئمة في تاريخ هذه الأمة بملياراتها. مين وراء كون الشافعي الشافعي، ومين وراء كون أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل؟ أمهاته. أحمد بن حنبل أمه اعتنت به وهو طفل صغير، ويروى عنه أنها كانت في بغداد تستيقظ قبل الصلاة بساعة وساعتين بلغتنا، وكانت بالشتاء بغداد باردة، تضع له الحطب وتسخن له طفل صغير، تلبسه القلونس ولينظر ليبدو وكأنه غلام أو قارب الشباب، تسير معه في طرقات بغداد العتمة وتأخذه إلى المسجد ليصلي مع الرجال، وتختبئ خلف العمود خارجا، ثم تأخذه ترجع لتربيه على الالتزام بالصلاة إلى آخره. الشافعي توفي أبوه وهو في غزة، وهو قرشي هاشمي، سافرت أمه مع قافلة بلغتنا مخاطرة واحتمالية سلب وقطاع طرق، وأخذته لم تتزوج، تفرغت له وضعته في حلق العلم حتى وصل عمره أقل من 20 عاما بسنة أو كذا أو يزيد نسيت، أصبح مرجعا يفتي في صحن الكعبة. الشافعي، من الذي اعتنى به؟ من الذي وضعه في مكة في حلق العلم؟ من الذي وجهه رباه فيه؟ في عنده هنا تربية، من هنا هذه واحدة. فالآن دور المربي رقم واحد، الأب والأم أول ما ينتبه لبعض الأمور ينتبه، ينبه، يعزز، هذا باب. في باب ثاني أخي، الإدراك الشخصي. الإدراك الشخصي، أنا لما أدرك أن ربنا معطيني قدرة في مجال معين، هنا أنا بدي أصير أفكر، طب هذه القدرة بالمنطق بالعلم بالدراسة وين تطبيق؟ أعطيك مثال، عفوا سامحني، علي نفسي أنا بحكي معك الآن، أنا اللي عم بحكي الآن قراءة النفس وكيفية التوظيف طبقته على نفسي، أزعو على الأقل في ظاهر ما يبدو لي. أنا من طفولتي، من ولادتي أتيت جدلا، يعني بمعنى من أنا طفل صغير كنت دائما الله يرحمه أبوي والله يكون بعونها أمها علي، دائما أناقشهم وأجادلهم أغلبهم، يعني توصل مسكين أمي مرات يسقط في يدها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش عارف شو أسوي فيك، هيك طولي متر ونص، أظلني أجادلها مسكينة ما تقدر تغلب معي مثلا. هذا بالفطرة الجدل النقاش معي من الطفولة. على سبيل المثال البادي لانجوج عندي عالي جدا، أنا الفيس اكسبريشن عالي جدا، وأوتيت قدرة على الإقناع فطرة من أنا طفل صغير، يعني أي شغلة بدي إياها بظني أجادل وبقنع فيها. طب هذه المواصفات ألا ينبغي أن تذهب إلى عالم التعليم؟ أنت تخيل لو أنا قررت أصير محاسب، يعني بمعنى أجلس وراء طاولة وظني أشتغل بس بالأرقام، يعني ليس تقليدا من المهنة، المحاسبين هم اللي ماسكينها من نونة كلها، لكن هذه القدرات التي أعطيتها أليس حراما أن تحبس خلف مكتب؟ طب هذه القدرات ينبغي أن تذهب إلى أي منطقة؟ منطقة التعليم، منطقة الإعلام. طب ليش دخلت على الإعلام؟ طب أنا دكتور شريعة، أنا ما ليش دخل بالإعلام، أنا مش دارس إعلام. طب شو اللي خلاني أروح عرض الموضوع؟ ما رأيته من قدرات عندي. طب إذا أنا اللي بقدر أوقف وأناقش وأحاور وأقنع، إذا أنا ما درست مين بدي يدرس؟ فأنا لو اهتميت بالبزنس، أنا انسى الآن عن مثال، لو اهتميت بالبزنس ممكن جدا أصير مليونير، بس منطقة قوتي، طب هو بإمكاني أشي، لا منطقة قوتي وين أنا؟ كمثال عم بعطيه للناس، منطقة قوتي في التعليم، منطقة قدراتي في التأثير والإقناع. إذن اللي مثلي ربما يكون كافرا بالنعمة إن لم يكن معلما مربيا داعيا موجها. نعم. ليش؟ طب هذه القدرات طبعا بتعامل الإنسان على حاله، طبعا طور قدرات وصارت كذا بأصولها، هذا قصدي به في كذا، ربما لو أعطيت أشياء أخرى ماشي كان توجهت لأمر آخر. الآن هناك زملاء لي الله أعطاهم صبر في الجلوس على الكتب unbelievable، وعندهم قدرة للإنعزال على الكتاب، طب أنا هذا بحتاجه، ولا يحب الحديث مع الناس، ولا بدي باحث، طب أنا بدي أوقف مشان أحل مشكلة فكرية، طب بدي حدا يدعمني يكون شغال 50 و70 و80 ساعة تحقيق مسألة مشان يعطيني إياها بسطرين، طب أنا لا أستطيع ولا صبر عندي، ولا أستطيع أن أجلس خلف المكتب 7 ساعات مشان أبحث قضية، أنا بفقع، طب في غيري الله أعطاه النفس العجيب على البحث،
هو في مكانه مبدع وأنا في مكاني إن شاء الله بكون عم بأدي إيش دوري. هو عالم من نفسه فذهب إلى الأبحاث، فعنده الآن 50 كتاب و40 بحث، محسوبك على السكين يا بطيخ، كلها 4-5 أبحاث. لكن عملي وين؟ في الأداء الإعلامي، بنسميه الإعلامي اللي هو خلينا نسميه الأداء المباشر الدعوي، هو يعمل في التأليف والبحث، أنا أعمل في الدعوة، هذا متناسب مع قدراتي وأخدم القضية الكبرى ومتناسب مع قدراته. أنا بحتاج أستفتي فيما لا أملك الوقت للبحث فيه، وهو يحتاجني في أن أنشر فكرة هو وصل إليها، وهكذا هكذا. الأم في مكانها، وفي عندك أم مثل على سبيل المثال، طب أم درست بالإضافة لكونها أم مربية وموجهة، عندها قدرات في ما يسمى الستوري تيلر، مؤثرة جدا جدا في رواية القصة. طب هاي الأم ليش ما يكون في عندها مدرسة خاصة أفتر سكول تجمع كل أهل الحي والحارة، تعملها بزنس، تحولها لمشروع، تأخذ أولاد الحارة كلهم وتدفع أهاليهم 5 دنانير 20 دينار بالشهر اللي بدها إياه، مو مشكلة عادي جدا، تعطيهم تروي لهم القيم عبر القصص. الله أعطاك قدرة. أنا مر علي واحدة من قريباتي قلت لها عدة مرات رأيتها، قلت يا أختي أنت الله أعطاك قدرة في موضوع مخاطبة الأطفال، قسما بالله شبه معجزة. لو جبت لها 50 طفل ماشي، وكل واحد فيهم يحتاج جيش لتهدئته، بتسيطر عليهم 5 دقائق، بتمزح معهم وبتلعب معهم بتهديهم بتضحكهم، بتطلع عليها بقول لا إله إلا الله، من أين أوتيتي هذا الصبر وهذه القدرة في الأطفال؟ أنا لو وضعتني مكانها دقيقتين بنجلط، لا أستطيع، لم أعطى هذه القدرة، سبحان الله. فمثلها مكانها يختلف عن مكاني. طبعا هذه رسالة أخي سامحني طولت فيها، بس كثير ناس بيسألوا عنها، بدي أبسطها بشكل بسيط جدا. أعطينا قدرات، ابحث عنها، أنت أحد أكبر المصادر اللي معرفت. طيب الحل النهائي، مش قادر أنا أعرف، لو عم بسمعني الآن أصحاب ال 15 و16 سنة و18 لساتهم يعني بداية الحياة ما اكتشفوا، اسأل ممن حولك من المقربين الذين تعرف حبهم لك، قل له أنت ماذا ترى في نقاط قوة عندي؟ ممكن أنت ما تكون منتبه فعلا، اسأل من حولك. والله أخي، وإذا تسمح لي أختم فيها، هاي أختم بهذه النقطة، وإذا في مجال نختم، أنا عندي التزام كمان شوي. أنا في نقطة صارت عندي بمسيرة الإعلامية، قدر الله قمت بجهد أسأل الله يا رب له قبول، يعني ما قدرنا نكمله، جهد سينمائي أكشن. في عندي نعم فيلم سينما سر الأول مرة لا مش سر، هو موجود لكن غير مشهور، لأني قمت فيه بس محاولة واحدة وما كملتها. عملت زي ما تحكي إنتاج سينمائي بحت اسمه المفاوض، هذا كان مشترك بيني وبين الأخ المخرج نورس أبو صالح، كنت بأدي فيه، أنا كتبت سيناريو الحوار، بأدي فيه، بكون الدكتور أمجد أنا نفسي بهذا الفيلم السينمائي، لكن بكون مسؤول عن سوات تيم، فريق قوات تدخل سريعة، بدخل اسمه المفاوض the negotiator، بروح بفاوض شخص بيكون بده ينتحر أو يقتل اللي حوله نتيجة خلل عقدي براسه، فأنا on spot بروح مع الفريق تبعي سينمائيا، وبيكون القناصة جاهزين يخلصوا عليه إذا بده يقتل ناس، أنا بفاوضه وبقنعه، بوصل معاني عقدية فكرية عبر الحوار، لكن أكشن ودراما كامل، موجود على اليوتيوب، إذا كتبت المفاوض أمجد قرشة بتشوفه. لا لازم نشوفه. إن شاء الله بإذن الله يجزيك الخير. فموطن الشاهد، بذكر لما جيت بدي أنفذ هذا، طبعا أنا كان الفكرة فيها إني أستخدم منصة الأكشن والدراما المحببة جدا للشباب في العالم لإيصال إصلاح عقدي أخلاقي. أنا بقوم بالدور وبكون جوا الفيلم، أنا الدكتور أمجد نفسي باسمي وبصفتي، لكن بلعب هذا الدور، هدف من أهدافه إعطاء تحسين الصورة للإنسان المسلم الملتزم. طبعا كنت مجهز سيناريوهات ل15 حلقة تقريبا، مرة من مرات بطلع لواحد على عمارة بيكون بده ينتحر لأنه حبيبته تركته، فبدخل بنزلوني عليه بالهليكوبتر وبناقشه فوق بأنه ما بيستاهل تنتحر لأنه حبيبتك تركتك، يعني لا يجوز تقتل نفسك لأجل أنه واحدة تركتك، أنت شو بعرفك الخير معها؟ يمكن أنت لما تشوفها بعد 15 سنة تحمد الله اللي ما كانت من نصيبك مثلا، على سبيل المثال، فإلى آخره. وشخص توفي ابنه في المستشفى، رفع المسدس بده يخلص عن ممرضين الممرضات، بدخل أنا بناقشه وأنا رافع إيدي، وقصة طويلة. المهم موطن الشاهد، قبل ما أصمم هذا العمل، واللي حب يتابعه يشوفه اكتب مفاوض أمجد قرشة، سألت نفسي سؤال، كان عندي أنا شركة إنتاج إعلامي مشترك مع المخرج، اشتركت أنا وياه قبل ما نأدي هذا الدور،
طلعت على نفسي، أنا عندي هدف حابب أوصل للشباب سينمائيا وإعلاميا. سألت نفسي قبل ما أبني الفكرة شو الطريقة بدي أوصلها، بدي أعرف نقطة قوتي، فذهبت إلى أقرب المقربين ممن أتعامل معهم في الحقل الدعوي والإعلامي والعلمي. أقرب المقربين حلقة من حوالي عدة أشخاص، سألتهم سؤال، قلت له يا فلان، ومن ضمنهم زوجتي أقرب المقربين إلي علميا علمي كذا، سألتهم سؤال، قلت لهم برأيك أقوى صفة تراها أنت فيه من وجهة نظرك شو هي؟ فأجمعوا الخمسة قالوا له عندك قوة الإقناع، أقوى ما نرى فيك أنه عندك قوة رهيبة على الإقناع. فقررت أعمل فيلم السينما باسم النيغوشياتر المفاوض اللي بيقنع الناس، يعني يعدلوا عن فكرة الانتحار بسبب خلل عقدي. فبنيت كل الفكرة على النقطة اللي أجمع من حولي برأيهم إنه موجود عندي، بمعنى أنا بدي أدي، أنا لا أريد الأداء لأجل الأداء، أنا بدي أوصل فكرة. طب مشان تعمل إبداع بدك تستخدم نقطة القوة عندك، طب شو نقطة القوة؟ يمكن أنا والله إحساسي إشي ثاني. فلما سألت من حولي أجمعوا، لم يختلف أحد، أقول رقم واحد، إذن جزاكم الله خير، أشكر على هذا التقييم، سأخذ به، نفذت العمل على هذا الأساس. نعم. فأنا عفوا أنا بعطيك أمثلة عملية أنا كيف كنت أعيش أو كيف أنا أفكر، بمعنى طبعا وهكذا إن شاء الله، يعني وأعذر الأصل الإنسان ما يتحدث عن نفسه، لكن السياق والجواب على سؤالك لأوضح للإخوة عمليا أنا لست متفلسفا نظريا، وإنما أتحدث عن تطبيق عملي لما نتحدث عنه، والله أعلم. وإذا نعم. تسامحني أنه يعني نختم، أقول لك من الشاكرين، عندي التزام ثالث بعد قليل. نبدأ دكتور لسه. إيه نبدأ مين؟ الله لا ما يصحش كده، ما اتفقناش كده. لا الله يجزيك الخير دكتور إسماعيل، نستكمل إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله. الله يجزيكم الخير، الله يجركم، يجعل ميزان حسناتكم. دكتورنا الفاضل، أنت وكل الإخوة معك في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأمريكا، سعدت معكم يعني، وصل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا بشيء من الخير لكل من يسمعنا في أمريكا الشمالية وكندا والإخوة والأخوات في المنطقة العربية. أنا الآن مشير هذه الحلقة على صفحتي وعامل بث مباشر من موبايلي على صفحتي، وصفحتي عليها 2 مليون شخص تقريبا من 50 دولة في العالم. لا أدري من يستمع من استمع، لكن أصلا أن نكون قد أوصلنا شيء من الخير يا رب بإذن الله. وعايزين المسلسل اللي حضرتك كتبته ده نستكمله إن شاء الله. أنت بتقول عملت أخي مكلف. لا هو لا العائق كان أمام عائق مادي بحت، لأنه أخي إنتاج السينمائي مكلف جدا جدا جدا. إحنا مشان نعمل 6 دقائق صورنا 23 ساعة. يا الله ما إن شاء الله يكون ثلاثة، يعني نجد ان شاء الله نجد مونتيك يعني سبونسرز، لان الفكره رائعه الحقيقه. الرساله اللي موجوده في هذا العمل ستصل الى عدد كبير من المسلمين وعدد كبير. انا قناعتي اقوى باب لتصحيح لايصال التصحيح الفكري عن الاسلام للمسلمين وغير المسلمين هو باب الاعلام، وعلى راسه التلفزيون والسينما، الشاشه، الصوره. شوف التيك توك شو عامل في الناس الان، طلع مدمر أمم. التيك توك شو عبارة؟ فيديو 20 ثانية، 10 ثواني، تخيل شوف قوة الصورة. نعم. طب دي دكتور فرصة ان احنا يعني نلقي هذه الفكرة. في كتير من الإخوة المسلمين عندهم استعداد لان هم يدعموا مثل هذه الأعمال، لكن ما بيجدوا نافذة، هذه نافذة، فان شاء الله يكون هذه الفرصة إذا قدر الله. على كل حال أنت كونك لا تعرف الحلقة، إذا وجدت وقت يعني أتشرف أنك تشوف الحلقة و we can discuss later إن شاء الله بإذن الله، وأتشرف بإذن الله. الله يجزيك الخير إن شاء الله. سعدنا بوجودك معنا دكتور، وكان لقاء رائع ممتع الحقيقة، وأفكار وتطبيقات وأجوبة على أسئلة ملحة عند كثير من الشباب المسلم، كيف يجد نفسه وما هو مفهوم الدين. الأمانة هي الدين الكامل وليس الصلاة والصيام، الدين هو بمفهومه الشامل من الألف إلى الياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. دكتور أمجد على هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. الله يجزيكم خير، يأتي لك ولكل متابعيك، والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله، شكرا جزيلا، السلام عليكم، حياكم الله، السلام ورحمة الله.